بركاني حسان، مواليد 1962، ساكن بالدار البيضاء زيد من 25 سنة، رجل أعمال، رئيس مغاربة العالم وكاتب عام، رئيس الغرف الاقتصادية المغاربية اللي فيها تونس والجزائر والمغرب وليبيا وموريتانيا، قنصل الفخري ديال كازاخستان، ورئيس القناصل الفخريين في الدار البيضاء، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات كازابلانكا سطات. الخريطة السياسية في الحقيقة بالنسبة للمدن الكبرى مثل الدار البيضاء خص يكون تحالف في المستوى العالي، خص يكون تحالف ديال الأحزاب اللي بوأت بالمرتبة الأولى والثانية والثالثة، وكذلك المواطنين، الثقة ديال المواطنين اللي تقوا فينا خصنا من نكونوا معاهم في المستوى المطلوب، وديك الثقة ديالهم ما تمشيش هباء منطورة كما تقوا في أحزاب أخرى ما وفاتش. حنا ربما التحالف ديالنا غادي يكون مع ثلاثة الأحزاب، غادي يكون مع باش نسميك الأحزاب، كاين حزب الاستقلال، كاين ليريني والتجمع الوطني الأحرار، وكاين الأصالة والمعاصرة، وربما يكون الاتحاد الاشتراكي. مستوى المجلس، ربما المجلس غادي يكون توافق، ويكون توافق مع الاحزاب، ربما تاخذوا التجمع الوطني الاحرار اللي تاخذ المدينه، والجهه ربما يكون استقلال، وكذلك البام الاصل المعصره تاخذ مناصب ربما مجلس العمله. من انا ما عنديش حق نترشح للعموم ديالها، حقاش عندي تنافي. انا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات، يعني عندي تنافي باش نكون بجوج رئاسات، هذا كاين فيه في الدستور، يعني عندك حق تكون في رئاسة واحدة، تكون في الأغلبية إن شاء الله، ما نكونوش في المعارضة. حنا كما قال، حنا اللي تبع المشروع ديالنا وتبع المشروع ديال حزب الاستقلال اللي هو راه كاين في اليوتيوب وفي القناة، وقالها السيد الأمين العام، احنا عندنا مع أولا مع التعليم والصحة والشغل والتعاقد مع الشباب، التعاقد مع النساء، التعاقد مع الشيوخ، التعاقد مع الأساتذة اللي عندهم مشاكل في الصحة كذلك، يعني جميع المشروع ديالنا احنا ما غيرناش فيه كما حطيناه، وربما خداو منه احزاب اخرى. ذاك التعهد كما قال السيد الامين العام غادي يكون، يعني غادي يكون حبل على ورق، ما يكونش غير كلام فاضي، وخاصه الشباب لحقاش الشباب خصو يشتغل، ضروري خصو يتكون، ضروري خصو يقرا، ضروري خصو الصحه، ضروري خصو يسكن، والشباب هو اللي كرهنوا عليه في حزب الاستقلال المستقبل. لحقاش كاين الشباب اللي كينوض بالدارجه، كينوض من دارو كيبقى جالس في الدرب. حنا داك الشاب خصو ينوض، خصو يكون مشغول، يا اما يمشي يقرا، يا اما يمشي يتكون، يا اما تقالو شركه، يا ربما ديرو في الاندماج في الشغل، ربما تلقالو وسائل اللي غادي يدخل بها واحد الدخل ديالو اللي يكون يحفظ له الكرامه ديالو، وهذا هو المهم. اهم المشاريع هما تعدد اهم المشاريع، كاين الصحه والشغل، الصحة والشغل والتعليم، هادو أهم، أو المستشفيات هو الصحة، يعني كاين حنا عندنا خصائص كثير، عندنا بعض المستشفيات اللي ما كتشتغلش فيها غير الاسم، وبغينا حنا هاد الشيء يتحارب، وبغينا نعاودوا فيها النظر في هاد المستشفيات، وعندنا خاصة أنفا سيدي بليوط المعارف ما فيهاش مستشفيات اللي غادي تستقبل ليزورجونس، يعني المستعجلات عندنا ضعيفة. كذلك ما عندناش المستشفى ديال الولاده ديال النساء كيتعذبوا، ما عندناش ديال الدياليز، داك الشيء قليل، يعني اونفا، وفيها بعض الدواوير اللي خصها تنقى، فيها كذلك المدينه القديمه أيلة للسقوط اللي فيها مشاكل كبيره، يعني الدار البيضاء فيها شغل كبير، ونتمنوا ان شاء الله يوفقنا، ومع الاحزاب الاخرى ومع التحالفات غادي نكونوا، يعني ربما حنا نتفقوا على الصالح، ما غاديش نمشيو للمعارضه. المعارضه واش كدير؟ يعني الا كان واخا يكون في المعارضه وشاف الصالح العام ربما راه يمشي، الا كان هو وطني.
هي المعارضه فاش كتطلق، يعني علاش المعارضه؟ من اجل المعارضه، خص تكون معارضه بناءه في الصالح ديال المواطن اللي صوت عليك. كلمة أخيرة هو اللي كنقول، كنشكر بعد المواطنين والمواطنات اللي تقوا فينا وصوتوا علينا وعطونا الثقة ديالهم. نتمنى الله سبحانه وتعالى من الأعضاء ديالنا الناخبين والناخبات يكونوا في المستوى، يستقبلوا المواطن، يعاملوه مزيان، يقضيوا له الحاجات ديالو في إطار الاستطاع. وكنقول الساكنة البيضاوية استناونا احنا الإنصاف، كما قال السيد الأمين العام وفي المشروع ديالنا الإنصاف اليوم الآن، كما كيقول الإنصاف الآن. حنا جميع المسائل اللي نقدوا عليه غادي، وخاصة إلا كان كنا تبوءنا بالأحزاب وعطاونا رئاسة الجهة، غادي نكونوا إن شاء الله غادي نتحالفوا مع إخوان ديالنا، وغادي نعاونوا الجمعيات، غادي نعاونوا النساء الأرماليات، غادي نعاونوا يعني الشيوخ، وخاصة إلا خدينا الجهة كيكون عندها ميزانية ضخمة. وكنتمنوا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يوفقنا في هذه الخمس سنين هذه باش نوفيو بالعهود ديالنا اللي كانت عندنا في المشروع الانتخابي.